ايه ما بدك تبطلي هالعادة يا بنتي، ليش ما بتفتحي الباب؟ ايه معك المفاتيح؟ والله كأنه عندك خدم وحشام. كرم بيك؟ ايه انا الابن الوحيد لسميح يلي هجر ابنه حتى قبل ما يخلق. بس كنية كرم غير، هي أوغلو تبناه زوج خالته أخت أمه، صار له أب. معذب حالك وجاي لهون بس مشان تقلي شو عملت معك؟ أصلا قلت لي إياها قبل هلأ. مزبوط قلت لك قبل كرم، بعترف إني غلطت بحقك، وإذا قلت لك ندمان كتير بعرف ما رح تعني لك شي، ما هيك؟ أبدا. أنت معك حق، وليش لا تعني؟ صار لها 35 سنة تقريبا. بدي أسألك سؤال، بس قلي كيف قدرت؟ كيف قدرت تعمل هالشي؟ مو بإيدي يا كرم، مو بإيدي. لما قالت لي أمك إنها حامل خفت كتير وقتها، لأنه كنت متزوج. لو كان فيني فسر ليش عملت هيك كنت فسرته لحالي بالأول. عملت هيك لأني واحد جبان، عرفت هلأ؟ وقت اللي اختفيت أنت أكيد أمي بتكون خافت كتير. أنا شو ساوي لك هلأ يا كرم؟ شو أعمل؟ أرمي حالي من الشباك هاد منشان ترتاح أنت؟ وشو اللي رح يتغير؟ أصلاً أنا عموت يا ابني كل يوم، ليش أجيت؟ رح جاوبك، اجيت بس لقلك يا ريت لو ما كان إلي أخت. أخت مسكينة مثلي ما لها ذنب بكل اللي عملته فيني، يا ريتني ما عرفتها بنوب لرزان. أنت ما بتعني لي شي أبدا، لو مت أو رحت ما بتدمع لي عين، بس رزان أنا حبيتها كثير، حبيتها كثير لأختي. لما بتخطر رزان ببالي بيتقطع قلبي، ما عم بقدر ضم أختي لصدري، والسبب إني ما قدرت حاسبك لليوم. أنت هلا شو بدك مني؟ بس رزان؟ أنت ما رح تتأثر ولا تحس بهيك وضع، لأنك زلمة ظالم لدرجة إنك تركت ابنك ببطن أمه. مو صح، لأنه أنا مالي ظالم، أنا جبان. أنا ليش عم بحكي معك؟ حاكي معك ماله فايدة. أوعك تسامحني، لأني أنا ما رح سامح حالي أبداً. بس لما موت حاول تمد ايدك لاختك رزان وتوقف جنبها، ورح تعرف انه هاي البنت قادره انها تكون اختك عن جد. بدك تكون هادي ماشي عشان تعرف تقدم. مرحبا. اهلا. ماشي حبيبي. الساعة 4 الصبح وأنا بعتلك. مرحبا، أهلين ست شهرزاد. أهلين فيكي. أهلين. كيف فيكي نان، جاهز للعرض؟ إي جاهز. برافو عليك، لكن خلينا نروح على الكواليس، ماشي؟ أوكي. أنا عن إذنكم، لازم أجمع الطلاب، شوفكم. يلا لشوف حبيباتي، لازم نروح على الكواليس. روح قلبي. ماما بابا قال رح يجي ما هيك؟ يلا. طبعاً ما قال لك رح يجي، بس يمكن يتأخر شوي. يلا نشوف. ماشي ماما، أنا رايح، شوف رفقاتي. هات بوسي قبل. شوف
ممكن تتلبك انت عم تطلع المسرح، بس ما لازم تخاف. ماشي تمام. وانا بدي بوسي كمان من الساحر. اوه حبيبي انا، ما شاء الله عليك. شكرا تيتا. ها كنان حبيبتي، طلعي انت نسيتي قصاي سهريه. شوفكم. الله معك. مبين عليك كثير خايف. ايه هي اول مره رح يطلع على المسرح. معه حق. شو منفوت على الساله بقى؟ يلا يمكن من هون الباب. شو بدنا نلعب ليفي؟ شوفي في العاب كثيره، هي حوريه البحر، وهي كمان، في كمان بازل وعالم السحر. اي وحده بدك تلعبي؟ البازل وعالم السحر. ممتاز، خلينا نشوف. خالي فردوس ما رح ترجع من المشفى اليوم؟ خالي فردوس ما لا جاي اليوم لانه رجله عم توجع، لازم ترتاح شوي مشان الطيب. انا رح ضل لحالي بالبيت؟ لا انت حتضل معي ما هيك؟ شوفي هذا الحصان كتير حلو. وهي واحد تاني. حلوين. أهلا وسهلا. شو عامل لنا اليوم معكرونة؟ ريحتها معبية البيت. بس البصلات تأمروا معي شوي. حتى كانوا رح يحترقوا بس لساتهم بيتاكلوا. من تحت إيديك كل شي طيب. يلا اغسلي إيديكي وتعالي لنقعد ناكل. ماشي. والله أنا جوعانة كثير. يلا أصبح خلينا نبلش. رزان لو كنت أكثر واحد أناني وأكثر واحد مستهتر بهالدنيا رح تبقى أبي. رزان لشو هالحكي؟ وقت ما كنت فيق من نومي وأنا عم ببكي أنت كنت تجي وتسهر جنبي. حبيبتي رزان لا تبكي. صحيح الغلط يلي ارتكبته بحق أمه لكرم كتير كبير وما فيه يسامحك عليه، بس أنت رح تضل أبي حبيبي وهالشي ما رح يتغير أبدا. بنتي مين جاي لعنا؟ اهلا وسهلا شهرزاد خانو. اهلا فيك منيره خانو. كيف الحمد لله. كيفك كنان؟ مرحبا. شو هالتياب الحلوه؟ شو صاير ساحر؟ ايه وقدمت عرض بالمدرسه كمان. برافو عليك. شو خلص اجتماعه لانور؟ انور بيك اليوم ما كان عنده اجتماع. متاكده؟ بلكي عنده اجتماع برا مو قايل لي عنه. يلا بجوز انا فهمانه غلط، معناها أنا ما سمعته منيح. ممكن لأنه من وقت طويل طالع. طيب شكراً إليك. ولا يهمك. منى خانم بمكتبة؟ إيه هنيك. ماما خلينا نروح لعند خالي منى. إيه طيب بخاطرك ست منيرة. أهلاً
هي خالي فردوس عم تتصل؟ لا. ليش ما بدك ترد؟ حبيتيها لهي؟ ايه كتير. ضايقتيها من قبل؟ انا اكلتها بس ما بعرف شو اسمها. هاي بروفيتيرول. بروفيتيرول. قولي لشوف. بروفيتيرول. برافو عليك. خليني امسح لك تمك. منو نحن اجينا؟ هاي. اهلا وسهلا. شو اخباره الساحر الصغير؟ تعال شوف. تعود هون يا شب. تشرب عصير برتقان؟ بشرب. تكرم عينك. عادي حبيبتي، ليش واقفة؟ لا ما بدي اقعد. تفضل، هاي لساحرنا الصغير. شكرا كثير. كيفك شهرزاد؟ متضايقة من شي؟ ايه. ليش شو في؟ بتعرفي وين انور هلا يا منى؟ لا، شو اللي صاير معه؟ ما بعرف، كان رح يجي على المسرحية وما اجا. يمكن الشغل؟ قال لي في اجتماع بالشركة وطلع ما عنده، وعلى الموبايل ما عم بيرد. خير ان شاء الله. منى؟ في شي بتعرفي؟ ما عم تخبي عني شي؟ معقولة شهرزاد يعني؟ أنا شو بدي أخبي عنك؟ هو أصلاً كان كتير مشغول بهي الفترة. أنا عموماً ما بشوفه كتير لأنوار. مزبوط، هو ما عم يفضى بهالفترة، بس ما بعرف شو اللي شاغله لأنوار. وين الولد؟ هيدا خانم، ما عرفت انك رجعتي. الولد وينه؟ موجود بغرفته. مو هون، طلعت لعنده من شوي وكان نايم. ايه؟ ليكون بغرفة جورجيت. شو اخذ الولد لغرفة جورجيت؟ جورجيت سخنانة. ايه بس بتعرفي ما بتفارقه لاخوها، متعلقة فيه كتير. وهي مانا هون؟ اهدي ناهيدا خانم، اهدي هلأ بشوفها. نعمت، ليش هيك الخزانة مفتوحة؟ شو عرفني؟ تياب جورجيت ناقصين كتير يا نعمت. الشنطة مو هون. هالبنت وين بتكون راحت يا ربي؟ لا تكون عملتها ونفذت اللي براسها. ناهيدا خانم، على مهلك ناهيدا خانم. عايدة، يا عايدة، عايدة، شفتي جورجيت والولد؟ مو فوق بغرفتهم يا خانم؟ أوف. خير مرت أخي؟ ولا شي. نعمت خلينا نطلع نشوفهم برا. مرت عمي خير؟ شوفي جورجيت والولد مو موجودين بغرفهم. مشان هيك خايفة، شو بدو يصير لهم؟ اهدي شوية مرتاحة. انت اسكتي إذا سمحتي، لا تتدخلي فينا. أصلاً واصلة معي لهون. بتكون البنت أخدته شوي على الجنينة، لوين بدها تروح يعني؟ جورجيت بنت كبيرة، بتكون انطلعته شوي ليغير جو. أوعية مو بالخزانة، والشنطة مو هون. لا تقيمي الدنيا وتقعديها مرت أخي، روقي شوي وهدي بالك. الله بيستر، بلا ما تصيبك شي جلطة. حاجة حكي بلا تعمل، مو ناقصني غير تعليقاتك. خلصنا. تعي معي نعمت. اي يلا. حاجتكم بقى، بدها الاول البنت وبعدين بتزعلوا اذا عملت شي منيحة. والله ليش هيك عم تطلعي؟ شو في هذا الناقص؟ حبيبتي انتي بتعرفي بنتي جورجيت؟ لا. هي تقريبا بطولك وحامله بايدها ولد صغير، شفتيها بالجنينه شي هلا؟ لا ما شفتها ابدا. يا ربي وين راحت؟ انا متاكده انه البنت اخذت الولد وهربت. تفضلي. فوق انهم ما بيعرفوا يربوا الاولاد، كمان عم بيحطوا الحق على غيرهم.
يصفلوا لا تزعلي. ما سمعتي شو قالت لي مرت اخي؟ ما صفي غير تقلعني. يا عيب الشوم عليها. مو ناوي امرق لهم اياها امي، بس بيجي وقتها. كله من مقصوفه الرقبه، واذا اجت علي يا ريت ما يلاقوا. هي بنت مجنونه، شو ناويه تعمل؟ مو بس هربت، كمان خطفت اخوها. يا عيني لا تحكي عليهم. انت شو دخلك؟ الزمي حدودك ولا تكتري غلبه. شو في شغلك؟ يا عيني مو ناقصنا الا انت. الساعه اللي جيتي فيها. انا شو بدي اقول له هلا لبرهان؟ طولي بالك ان شاء الله ما بيصير له شيء. طلعي منيح يا نعمة، طيب. بركي منلاقيهم بشي مكان. بظن انه المستوصف الخيري رح يجهز عن قريب برهان بيك، مو هيك؟ ايه تقريبا. مستوصف احمد اوليا اوغلو. هذا المستوصف بده يكون لكل الناس ان شاء الله. الكبار والصغار، الفقراء والمساكين، الكل رح يستفيدوا منه. حلو، ان شاء الله على خير. اهلين يا ناهدة. كيف؟ ميفين هاي الخالي سمر، رح اضل معك لحتى ترجع فردوس، ماشي؟ انت بدك تروح هلا؟ انت بتعرفي انا قلت لك اني لازم اروح. مو حلوه وانت زعلانه، انا هلا بلعب انا وياكي العاب كثير حلوه. الخالي سمر بترسم كثير حلوه يا ميفين. هون في العاب كثير مثل عالم السحر، في بازل، بتلعبوا مع بعض ما؟ اصلا انا كثير بحب هالالعاب، وهلا رح نحكي قصص عن الذئب ورح نحضر افلام كرتون كمان، مو هيك نيفي؟ لا لا تروح نيفي. انا بدي اياك تضل معي هون. انت بنت شطوره ذكيه كثير وبتسمع الكلمه، ما هيك؟ انا هلا رح روح، بس بكره برجع بشوفك وبنقعد سوا، بوعدك. خلص بابا، حاج تبكي. ابوكي معه حق اميره، حاج تعملي بحالك هيك؟ شو ساوي؟ اذا صار له شيء بابا. لا حبيبتي ما راح يصير لهم شيء، راح نلاقيهم ان شاء الله. يعني لوين ممكن تكون رايحه؟ بتتوقعوا شيء مكان؟ او عند شي حدا؟ راحت على قيصري لعند امها، انا متاكد من هالشيء. عم تحكي جد؟ بلى، من كم يوم قالت عطوني اخي مشان روح انا وياه لعند امي بقيصري. طيب حاولت شيء قبل هالمره تهرب من البيت؟ ايه عملتها قبل هالمره، حاولت تهرب هي واختها بالباص من زمان. كيف بيعطوا تذاكر سفر لاولاد بهالعمر هاد؟ برهان بيك، انا رح بلش بالاتصالات بشرطه الطرق وبرجال الامن بقيصري كمان، بدكم تعطوني شويه وقت. يعني الشغله ما لها سهله مثل ما بتعرفوا. المهم يرجعوا لنا سالمين ونحن رضيانين يا شكري بيك. وبهالفترة إذا صار معكم أي شيء دقوا لي فورا. شكرا يا شكري بيك. وأنت خبرني بكل شيء بتعرفه أول بأول، ماشي؟ خلص 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 حبيبي، سكوت سكوت حبيبي، ليش عم تبكي أنت هلا؟ خلص حبيبي. خلص ما سكوت بقى. هالشيء ما بصير نوم. يا بنتي ليكون الولد جوعان. لا خالي من شوي شربتوا الحليب. سكتوا هالولد بقى. قول هذا الشيء الولد ماله أم. لا شكرا كثير. بنتي طيب تعرفي كيف تروحي له النفخة؟ لا تبكي حبيبي، خلص لا هذا تبكي. هذا الطفل بيكون أخوك؟ إيه. ليش مسافرة أنت وياه لوحدكم؟ معقول تعملي هيك يا بنتي؟ أمي بالمستشفى وأبي موجود عندها كمان، وأنا لازم أرجع اليوم. الله يعافيه. خصوص حبيبي. طولوا بالكم يا جماعه عليها. لك شو عم بيصير؟ الولد ما عم يسكت. اي والله نقرنا مخنا يا اخي، شو نعمل؟ شو هالقصه هي؟ لا ولا حل بقى، معقول نمضي السفره كلياتها هيك؟ طولوا بالكم، ما بيصير هالحكي هذا. شو انتم ما عندكم اولاد يعني؟ ايه بس مو هيك. لازم تفكروا بوضع الناس وتتعاطفوا معهم. البنت اما بالمستشفى ومضطره تهتم باخوها. حبيبي خلاص. كيف الاهل بيسمحوا لبنت صغيره تسافر مع ولد صغير لحالهم؟ بالله اذا صار لهم شيء هالولاد مين رح يتحمل المسؤوليه؟ لي ما رح تتحملوها انتم، لا تاكلهم ابدا. والله ما عم في ولا علي. وين
انت كمان بابا. خليك حبيبي. مور مساء الخير. انا هون مشان احكي مع انور بيك، بس في اي شيء بقدر ساعدك فيه؟ هو لسه ما اجى على البيت. انا جيت مشان اخذ نيفين. نيفين؟ نيفين مين؟ على ما يبدو انك ما بتعرفيها، بنته لانور بيك. ما عم بفهم عليك، شو يعني بنته لانور بيك؟ يعني هي بتكون بنت خطيبته السابقه لانور بيك. يلا مو مشكله، بكره بشوفه بالشركه. شكرا لك. لا تروح، تفضل فوت. عفوا ما فيني فوت. لو سمحت بترجاك تتفضل لجوا. تفضل. بتوم بالبيت؟ مو موجودة؟ يعني ما في حدا بالبيت؟ بنتنا الكبيرة جورجيت مرت لعندكم؟ ما تقول له إنه هربت. طيب شو صار؟ عملت مثل ما قلت لها؟ لا 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 تعملي شيء. لا تخلي فتون تحس بأي شيء، فهمتي؟ جورجيت هربت من البيت. معقول كثير تكون سافرة؟ نحن متوقعين انه تكون البنت راحت لعندكم. رح نبدا ندور. تعي لعندي هلا، وقتك انت كمان لتبكي. حاولي تسافر لعند امك. خلص لجيت بنت رح لاقي. هلا انت لازم بتدير بال على حالها، لا تخافي. مصاري شو؟ اذا صار معك شيء المصاري لقيتهم ناقصين 2000 ليره. تتلف لك طوق الذهب كمان ما لقيتهم. اي شيء بس بتخبرني. طلعت من البيت واخذه معها مصاري. طيب إذا اجت لعندكم لا تحسسوها بشي، استقبلوها ورحبوا فيها وبعدين اتصلوا فينا. خلص ما بدي وصيكي. خلص فتوم ما لازم تحس بأي شي. منال كانت هي وأخي عايشين مع بعضهم. بعد ما ماتوا بحادث سيارة جبت نيفيل لعندي، بعدين قلت مو معقول تعيش معي وأبوه عايش، فجبت له إياها. يعني بتضل بنته حتى لو ما شافها أبدا. أنا ما فيني أعتني فيها لأن ما عندي وقت، بس عرفت بعدين أنه أنور بيك رجع نيفين محل ما كانت عايشة وحاول يدور على قرايبينها. دور كتير عليهم، وكمان راح على البيت اللي كانوا ساكنين فيه. البواب قال لي في زلمة جاب نيفين وسأل عن قرايبينها. الظاهر انه انور بيك ما بده ياخذ بنته. وليش اجيك عندي؟ ضميري، مشان ريح ضميري. انا كنت حبها لمنال، كانت انسانه كثير منيحه وحبيت نيفين. اخي اعتبرها مثل بنته، حبها كثير، وانا كثير ندمت لاني اعطيت البنت لانور بيك. بما انه انور بيك ما بده البنت، يعني قلت انا باخذها وبعتبرها مثل بنتي. لمت حالي وقلت كيف بعطي البنت لواحد ما بده اياها. طيب كيف حتربيها؟ ما قلت ظروفك مو مناسبه؟ رح احاول دبر اموري تنحل. البنت ما لها اي قريب؟ لا، كان في عندها ست وحيده بس توفت. انور بيك هو الوحيد اللي بقي لها، يعني فينا نعتبر انه ما صفي لحدا بهالدنيا. اهلا وسهلا انور بيك. اهلا فيك بابا. يلا نط هوب. بابا انت ليش ما اجيت شفتني بالمسرحيه؟ لا تزعل مني، كان عندي شغل كتير. بوعدك احضر العرض الثاني. ماشي ماشي. الست شهرزاد اجت؟ ايه اجت يا بيك، وفي عندها ضيف قاعد جوا. بالصالون؟ لا بغرفة المكتب. ماشي.
يمكن كان أحسن للكل لو ما رجعت له بنته. شهرزاد، عم بيقولوا إنه في عندك جوا هون. ما بتعرف إيه شركة سفر سافرت؟ يعني سألت كل الشركات ما تركت حدا؟ طيب اسمع، انت روح على الكراج وانطرى، بس لا تخليها تحس عليك، ممكن البنت تحاول تهرب منك اذا شافتك. بعتقد بتوصل بوقت كتير متأخر، بس ما بعرف امتى بالضبط. ليش هيك عم بيصير معنا يا برهان؟ ليش هيك؟ خلصنا يا ناهدة، هالبكي ما راح يحل المشكلة. طيب شكرا. عمو برهان، حكيت مع آدم، قلت له يروح على الكراج ويستناها، بالنتيجة البنت رح تنزل من البولمان وبس يشوفها بيتصل. ماشي. كنان قوم على المطبخ، خلي جمان تطعميك. ماما يعني أنا وبابا. كنان يلا قوم على المطبخ. كنان قوم روح على المطبخ يلا. عم يسأل على نيفين إذا كانت هون. شو وينها؟ نيفين منيحة، لا تاكل همها أبدا. أنور بيك، أنا جاي أخذ نيفين من عندكم. ناهدة، مروة شو عم تستني؟ روحي جيبي كولونيا، مو شايف المرة رح توقع على الأرض؟ كرمال الله يا برهان، رجع لي هلأ حبيبة قلبي جورجيت. يا مرت أخي، ما بيجوز تعملي بحالك هيك. أنت شو طالع بإيدك؟ يعني كل الحق مقصوفة هالرقبي جورجيت، كيف بتعمل فينا هيك؟ والله ما بعرف. حلي عني، حالتك زن فوق راسي، زن زن زن. يا ناهدة ليش أنا شو إلي؟ شو بحياتك مو كاينة أم يا غفران؟ بنت ولد ضايعين بالشوارع ما بنعرف وينهم، الله أعلم شو صاير معهم، طيبين ميتين مخطوفين، وانت قاعدة عم تعلكي على هالبنت المسكينة. انت هون ما في عقل بنوب. ترنا كيف بدنا نواسيهم؟ طبعا بده تهرب من البيت، ليش مين فيه يتحمل يعيش مع هالحية؟ تقطع قلبي عليها، ان شاء الله يكون صاير لشي. اسكتي الله يستر. أنا مبسوط لأنه نيفين بخير، أنا بصراحة كنت كتير خايف عليها. منيحة، اطمن. طيب يعني بفهم إنك رح تعترف نيفين وتعتني فيها؟ أنا رح حل المشكلة حسان بيك، لا تقلق. شكرا لأنك اهتميت بنيفين. ماشي، لكان أنا بستأذن بخاطركم. طيب ما تواخذوني، بتمنى أني ما أكون سببت بأي مشكلة أو أني زعجتكم. لا ما في لزوم تعتذر أبدا. تفضل. لا مستحيل، ما رح استنى اكثر من هيك يا ناهدة، مو انا اللي بقعد بالبيت مثل النسوان وبستنى حدا ليجي يخبرني. يلا يا كمال برهان، جيب مفاتيح السياره والحقني. الله يا برهان، كرمال الله يا برهان. طيب خلي كمال يروح هو على قيصري، ارتاح انت، مالك زمان عامل العمليه، والله ما رح تتحمل. ليش ابنك هاد فيني اعتمد عليه باي شيء؟ طيب خلي هاني يروح معه، مشاني لازم يضل حدا عنا هون بالبيت نعتمد عليه، بلكي صار معنا شيء. طيب مثل ما بدك يا هاني. هلأ بتروح انت وكمال بالسيارة على قيصري، وبتدوروا بكل الاستراحات يلي على الطريق، بلكي بتشوفون او بتعرفوا شيء. حاضر عمو برهان. يا خالو هاني رجعون معك، مشان الله رجعون معك. اهدي حبيبتي، اكيد بلاقيه. قومي يا مروة، شو مستناية؟ جهزي حالك بسرعة يلا. خير ان شاء الله، لوين بدها تروح؟
خليها تروح مع زوجها يا أخي برهان. إذا ما وقفت بجنب زوجها هلأ إمتى بدها توقف؟ خليكن قاعدين محلكن، لا تعذبوا حالكن. بس أنا خلصنا جمال، بس تلاقيها لجورجيت بتركبوا فورا بالطيارة وبترجعوا لهون، وهاني بيرجع بالسيارة. إياك تعصب على البنت، لا تخليها تخاف أو تنزعج أبدا، ها، من شان ما تهرب. عم تفهم علي؟ خلص بابا مثل ما بدك. يلا هاني، عم قول بلكي مروة بتروح معهم وبتساعدهم على الولد بالرجعة. هالحكي شو في شي بيزعج؟ لا تتدخلي بشي ما بيعنيكي، دخنتيها كتير يا أم مروة. اللي فيني مكفيني، مو ناقصني كمان. تيتي فريدة وينها؟ راحت على بيتها فوراً بعد ما خلصت المسرحية. ليش؟ ما بعرف، قالت حابة روح على بيتي وضل لحالي شوي. ليش قاعدة لحالك بالمكتب؟ ما تقعدي معنا بالصالون؟ بدك نقعد نحكي هلا؟ أكيد. أنا ناطرة مشان اسمع يلي عندك. طيب، أول شغلة لازم تعرفيها إني ما كنت بعرف بوجودها. هذا الشيء أسوأ بكتير من المشكلة. معك حق، بس أنا لهلأ ما بعرف إذا نيفين بنتي، وإذا أنا أبوها. يعني مالي مقتنع. حكيت لك عن منال من قبل، كانت خطيبتي وكنا رح نتزوج، وبعدين تركنا. أنا قلت لك ليش ما استمريت معها، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. إيه، قلت لي إنك تركتها لمنال لأنك اكتشفت إنها عم تخونك. صح، الواحد منا ما في يتحمل هذا الوضع، مستحيل. بتذكر شو قلت لي؟ كيف جنيت وانك ما عاد تثق باي مره بعد ما خانتك. كل تفاصيل مشكلتك مع منال بتصور انه صارت واضحه كتير بالنسبه لي. هلا خلينا بنيفين. اجت منال لعندي، بتذكر بعد ما تركتها بشي اسبوع تقريبا قالت لي انا حامل. طبعا ما صدقت كلامها لانه كانت مع واحد تاني غيري، قلت اكيد هذا مو ابني. وانت شو عملت وقت اللي قالت لك المرأة انها حامل؟ طبعا ما اهتميت بالمرة، قلت لها هذا الولد مو ابني. بكيت وحلفت انه الولد ابني، وانا لحد هلأ ماني مصدق القصة. عقلي كتير كان مشوش. منال كتير أصرت، قلت لها هذا الحكي ما بيغير شيء، ما بدي الولد، نزلي. قالت لي أنا بدي إياه. تناقشنا كتير بس هي ضلت مصرة على موقفها. إيه، طلعت من عندي وهي عم تبكي، وبعدين ما عاد شفتها وسمعت عنها شيء. شهرزاد، شهرزاد ممكن تسمعيني؟
شو عم تعملي؟ بترجاك اسمعي. اتركني. عم قلك هاي البنت مو بنتي. وشو عرفك؟ بعرف انه مو مني. ليش ما عم تفهمي الموضوع؟ بكفي انور، كل شي عم تحكي عم يكشف قد ايه انت اناني. معك حق بكل شي، في طفل صغيرة ما لها حدا. انا رح حل هاي المشكلة، ليش ما عم تفهمي علي؟ رح تحل المشكلة؟ انت حملت طفلة بريئة غلطتك وجاي هلا تدور على حل؟ كيف بدي افهم؟ عم قلك البنت مو بنتي، فهميني. وانا عم بسألك كيف انت متأكد؟ فيك تقلي كيف عرفت انه هاي البنت مو بنتك؟ خلينا نقول انها مو منك. خطيبتك جاي وعم تقلك انها حامل، بتروح وبتقلها بكل دم بارد مالي علاقة، دبري حالك. ما بتحاول تعرف شو تركت وراك، ولا اذا نزلت هذا الولد او حتى تركته، حتى ما عذبت حالك تسأل عنا. شهرزاد، فيك تشرح لي حضرتك قديش تفرق عن ابو لكرم؟ شهرزاد كتير زودتيها. كلامي ما بيطلع شيء قدام اللي ساويته. بكفي، ما بسمح لك بنوب تحكي معي بهي الطريقة. هلا بس فهمت ليش وافقت تعطيني 150,000 دولار، وعرفت منيح كيف بتفكر بالمرة وكيف تستمتع بجرح كرامتها. صارت الصورة واضحة أكثر من قبل. شهرزاد، شهرزاد، بترجاك لا ترجع لهذا الموضوع. عن جد قديش انخدعت فيك. شهرزاد، كنان قوم البيت بدنا نروح. شهرزاد، ممكن تهدي شوي حبيبتي؟ شهرزاد، خلينا نحكي شوي. حاجة تقلي حبيبتي، مو طايقة اسمع هالكلمة منك. خد شنتك حبيبتي، لا تعملي شي نندم عليه بعدين. كثير رح اندم اذا ضليتني عايشة معك تحت سقف واحد. يلا كنان. لوين ماما؟ يلا ننزل. مبين ما في حدا بالبيت؟ أهلي رح يصلوا بعد شوي. الوقت كتير متأخر والمكان بخوف. هون مصايف، ديري بالك في كتير حرامية. أنا قلت لك رح يجوا بعد شوي، وبعدين ليش بدي خاف؟ كل الناس بيعرفوني هون بهذا الحي. والله مو مطمن عليكي. ما في ضوء بالبيت. شكرا لك، مع السلامة. مثل ما بدك. انتبهي على أخوكي. وصلنا حبيبي، صرنا بالبيت. هون ما حدا بيلاقينا. وين يعني بتكون؟ يا الله يا الله، شو رح تعمل بهالطفل الصغير؟ دخيلك يا ربي دخيلك. بمين عم تتصلي يا ناهدة؟ بفكري، ما عاد سمعنا أي خبر منه. والله رعجني يا برهان. اهدي يا ناهدة، خلي الزلمة يشوف شغله بقى. قبل شوي حكيتي. ما عم بقدر اتحمل. مروة، قومي جيبي علبة الكولونيا لمرت عمي. انا منيحة، ما بدي ما بدي. اوف، كتير جو بارد. بردان حبيبي؟ انا هلا رح دفيك. ماشي؟ شو يا قلبي شو يا روحي؟ انت جعت حبيبي؟ اختك رح تحضر لك الاكل فورا، بس انت لازم تكون شاطر لتكون عامل شي. انت نظيف، برافو عليك. استنى شوي رح نشبع لك بطونك، وبعدين لازم تنام.